لح تعرض له مجموعة من الطلبة الدارسين بالقاهرة من قبل عصابة مكونة من 3 أشخاص من حيث سرقة محتويات شقتهم وفلوسهم تحت تهديد السلاح. معي مداخلة مع الطالب عبد الله الدوسري من القاهرة. مساك الله بالخير أخوي عبد الله. يا هلا أخوي محمد. الله يسلمك ويطول بعمرك وما تشوفون شر إن شاء الله. الشر ما يجيك الله يخليك. عبد الله شنو قصة حادثة البوقة اللي عندكم هناك؟ البوقة جونا بلطجية أمس الصبح. معهم مسدسات معهم وربطونا كلنا في الشقة دخلوا عليكم الشقة ضرب نار. وين شقتكم عبد الله؟ هي شقتنا في وحي الدين. انزين في الدقي. انزين منطقة آمنة المفروض هنا. طق الباب شلون؟ كمل عبد الله اسمعك. ايه وطق الباب واحد من الشباب فتح الباب اللي مهددينه ومربطين الشباب مربطين فيه احنا كنت نايم والشباب نايمين قعدونا من النوم وربطونا وخلوا اللي في الشقة كله كل اللي معانا وخذوا بطاقات البنك اللي معانا ونحاشة وبلغنا وما وجدنا أي تواجد أو أي تفاعل من السفارة الكويتية من السفارة الكويتية قنصل خالد الخالدي. ما دقيتوا على القنصل هناك؟ إلا دقينا وما تفاعل معانا إلا القنصل كل الشكر خالد الخالدي هو اللي تفاعل معنا وتابع معنا الموضوع وطلبونا ثاني يوم وقابلنا السفير سمران وكان موقف منا سيء جدا. سيء؟ دار بيننا حوار. سيء؟ اي نعم دار بيننا حوار وطلبنا منه توفير سكن مؤقت امن وقال هذه مو من صلاحياتي وما عندنا فلوس والكلام هذا قال دقوا على اهلكم يحولوا لكم حواله فلوس. والحمد لله وكان بنفس اللحظه اليوم كان موجود الدكتور وزير التربيه والتعليم الدكتور بدر العيسى والنواب اخواننا النواب طلال الجلال وعودة العودة وماجد موسى والحمد لله موقفهم مقابلونا واستدعونا موقفهم طيب وفوق الطيب معانا والله يبيض وجيههم. وحلوا مشكلتكم عبد الله؟ والله المباحث شغاله الحين ونشكر وزاره الداخليه المصريه والنيابه شغاله على الموضوع ولا شيء ان شاء الله معانا على التليفون ومعانا اول باول. غيرتوا السكن عبد الله ولا؟ لا والله ما غيرناه وعلى ما هو السفير يقول باقي على مدتكم اسبوعين قصروها وخذوا الحيطه والحذر والله يحلها. ما تشوفون شر يا عبد الله وترجعون للكويت سالمين ان شاء الله. واخوي محمد وكل الشكر لله ومن ثم للقنص الخالد الخالدي ويستاهل سعادة وزير التربيه والتعليم والنائب طلال الجلال والنائب عوده العوده والنائب ماجد الموسى لهم كل الشكر. زي الملحق الثقافي ما كان له دور وياكم؟ لا ولا اي دور. وصلت الرساله. شكرا عبد الله على مداخل شكرا لك يا عبد الله على مداخلتك من مصر. اتمنى يعني الملحق الثقافي ما ودوك مصر لان ما ودوك للسفارات اللي تهتم بالطلبه. مشكله ملحق ثقافي تدور عليه واسطه على اساس توصل له. وجودكم على اساس تحلون مشاكل الطلبه تحسسونهم بالامان. منا لوزارة الخارجية لما تنقون ناس معينة للقيام بالمهام مش رايح تشرف المكان وتقوم بمهمتك وتهتم بعيالنا هناك. وهذه رسالة لكل ملحقين الثقافيين بكل مكان. نرجع لتقاريرنا قبل الختام معي وقت معي